يكون واطي. فهذا بالنسبة للقلب. بالنسبة للعظام، شو اللي بده يصير في العظام مع خمول الغدة الدرقية؟ بده يصير فيها هشاشة أكثر. الغدة الدرقية مش بس بتعطي هرمون الثيروكسين، في هرمون ثاني بتعطي اللي هو الكالسيتوسين. الكالسيتوسين هو هرمون بنظم الكالسيوم في داخل الدورة الدموية. الكالسيوم الغدة الدرقية مدام بتفرز الكالسيتوسين هذا الهرمون يزيد إفرازه كمان بإعاز من هرمونات تانية. منطقة الأمعاء الدقيقة عند نهاية خروج الطعام من صمام المعدة السفلي للأمعاء الدقيقة، هاي المنطقة الاثنى عشر الدودينيوم، بتفرز هرمون اسمه الجاستريك. وهذا الهرمون في حال مثلا أكلنا سمسم، أكلنا سمك، أكلنا تشيا سيد، هاي تحتوي على الكالسيوم، أو طحينية أو حمص مع طحينية، فبتدخل المأكولات هذه على المعدة. أول ما تخرج تهضم وتخرج من المعدة للأمعاء الدقيقة، المجسات الحسية بتاعت الأمعاء الدقيقة بتأخذ المستقبلات إنه في كالسيوم جاي بكمية كبيرة، وهينا قاعدين بدنا نجهز لامتصاص، فشو نسوي؟ فالكاستريك هرمون هذا بيروح على الغدة الدرقية وبيحفزها انها تفرز الكالسيتوسين، اللي هذا الكلس مدام دخل مجرى الدم في هاي الحالة هذا الهرمون بيشيله من الدورة الدموية اللي يساعد على وضعه في المخازن اللي هي في العظام، ونتجنب اخطار الكالسيوم بسبب الغدة الدرقية اللي هي عكس عمل جارتها أو جاراتها الغدد الجار درقية، الغدد اللي يوضع أربعة أو أكثر، بجوز ستة سبعة، بيكون المنتشرات أنسجة وغدد بتعمل الباراثيرود هرمون أو الهرمون الجار درقية، اللي هو مهمته الأساسية فقط يحافظ إنه الكالسيوم، مستوى الكالسيوم يكون متوازن في الدم، مش بس الكالسيوم والفوسفور. طبعا مش بس الباراثيرود هرمون، هذا الهرمون هو اللي بنظم حركة الكالسيوم، في عنا كمان فيتامين د بيعمل على سرعة امتصاص للكالسيوم من الأمعاء، وفيتامين د بيراكم الكالسيوم أكثر في الدورة الدموية وبيحاول يدخله شوي شوي للعظام. فيتامين د وخصوصا فيتامين د 3 الخاص، مش د 2، دال 3 هو اللي بيساعد على امتصاص الكالسيوم وضخه للعظام. فهي زي ما انتم شايفين الكالسيوم كمان هرمونات الغدة الدرقية خمولها بيؤدي إذن لزيادة في الكالسيوم في داخل الأوعية الدموية، وهذا بسبب زيادة في الحصوات ومشاكل الكلى. المعلومة الأخيرة قبل ما نخلص، بس هنيجي لموضوع الجريف ديزيز اللي هو مرض مناعي يصيب مناطق مختلفة في الجسم، في العين بسبب الجحوظ، بصيب المنطقة الجلدية في الرجل من المنطقة الأمامية، وهذا بسبب حكي وحرارة مرتفعة في القدمين، وبسبب حالة تبقعات على منطقة الجلد في منطقة الإجر من الأمام تحت مفصل الركب إلى القدم. هاي المنطقة كلها معرضة لهاي الأعراض، هذا أعراض زيادة إفراز هرمون الغدة الدرقية اللي هي بسبب مرض. أغلب الزيادة دائما بسبب مرض مناعي، يعني اللي هو جريف ديزيز، والمرض المناعي هذا ممكن يهاجم عن طريق مضادات مناعية مختلفة الأنواع، بهاجم الغدة الدرقية مثلا بسبب هاشيميتو، نوعية تانية بتهاجم بتسبب جريف ديزيز، نوعية ثالثة بتهاجم الغدة الفوكلوية بصير في عندنا الأديسون ديزيز أو كيشون ديزيز، نوعية ثالثة بتهاجم الغدة الزعترية وبسبب أو الغدة الثايموس جلاند، هذه اللي خلف عظمة القص، الغدة المناعية وهي جزء من الجهاز العصبي والجهاز المناعي.
إذا تهاجمت في هاي الحالة هي بتصير تهاجم وتعطي مواد أنتيباديز مناعية اللي تهاجم المواصلات العصبية العضلية، ويصير في عنا حالة من مرض يسمى الوهن العضلي. فهذه الأمراض المناعية كلها من وين بدها تطلع؟ الجهاز المناعي والخلايا المناعية كلها بتطلع من العظام، من نخاع العظام. نخاع العظام هو المصنع للخلايا المناعية وكريات الدم الحمراء وكريات الدم البيضاء. كريات الدم هذه بيتم تدريبها سواء في الغدة الزعترية الثايموس، هاي الغدة بيتم تصنيفها بعد ما تخرج من العظام بيتم تصنيفها. كريات الدم البيضاء التدريب تاعها بيكون يا إما في الثايموس جلاند أو في الغدد اللمفاوية. الغدد اللمفاوية هي الغدد اللي بتتكون فيها الأنتيباديز هذه اللي بتهاجم الغدة الدرقية، يعني المصدر والقاعدة تاعت المهاجمة بتكون في غدد لمفاوية بتصنع هذه الأنتيباديز اللي بتروح وبتصير هجوم كاسح على الغدة الدرقية. هذا في حالة الجريف ديزيز اللي هو بسبب انه بصير في عنا زيادة افراز من هالخلايا هذه. واخر معلومة قبل ما ننهي، في امرار بصير نمو خلايا تانية شبيهة في خلايا الغدد الدرقية في مناطق تانية في المناطق الصدرية. كيف حكينا انه الزعترية مثلا الغدة الزعترية اللي هي لحد سنتين بتكون نشطة وبعد السنتين بخف عملها لأنه هي مؤهلة أو موجودة كمدرسة لتدريب الخلايا المناعية في أول سنتين من العمر، بعدها المناعة لحالها بتصير تدرب حالها من حالها. هلأ هذه الغدد كمان مش معروف كديش عددها وين منتشرة، يعني ممكن تكون لفوق لتحت، فالجراحين بيلاقوا مشكلة في استئصالها. إذا واحد عنده ممكن مثلا الوهن العضلي، هذا المرض اللي بيسبب ضعف في العضلات، و بيتم استئصالها اللي يمنعه هاي المضادات المناعية. نفس الشيء إذا في بالغدة الدرقية اللي هذه تولد في الجهاز المناعي في الجهاز اللمفاوي وبتنتقل وبصير تهاجم في الغدة الدرقية، يعني في الريسبتورات اللي موجودة على الخلايا. ولازم نفهم كمان يعني هاي المعلومة إنه الغدة الدرقية غدة مش لوحدها، هاي الغدة بتاخذ تعليمات علوية، التعليمات العلوية اللي بدها تاخذها من الغدة النخامية. في عندنا الفص الأمامي والفص الخلفي، أو الفص الأمامي هو اللي بيفرز هرمون تحفيزي لهرمون الغدة الدرقية. هل الغدة النخامية كمان بما إنها الماستر أو المديرة تاعت النظام الهرموني في الجسم بتأخذ الأوامر من تحت المهاد الهايبوثالاموس. تحت المهاد إحنا إذا بنحكي عن خلايا عصبية وجهاز عصبي ودماغ تحت المهاد. تحت المهاد اللي هي المنطقة متصل مباشرة في منطقة تانية بحد تحت المهاد. تحت المهاد جاي فوق يعني الغدة النخامية بتيجي في خلف العينين، خلف منطقة الأنف من الخلف، يعني خلف هاي المنطقة. والأمجدولا منطقة الخوف في الدماغ متصلة في تحت المهاد بشكل مباشر. القصد من الموضوع يعني أي حالة نفسية ستريس تعب خوف تحت المهاد بيشتغل، بسرع توصيلات عصبية كتير للغدة النخامية.